واعلم رحمك الله أن حسن الخلق أثقل ما يوضع في الميزان، وأنه يبلغ بصاحبه درجة الصائم القائم، وأن من وصل رحمه وصله الله، ومن قطعها قطعه الله، وأن أفضل الأعمال الصلاة لمواقيتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله، وأن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وأن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، وملاك الأمر الدعاء، فإن الأمر كله بيد الله، يهدي من يشاء ويستعمله، ويضل من يشاء ويخذله، فينبغي لك أن ترغب إلى من الأمر بيده، وتفوض أمرك إليه، وليكن دعاؤك بخضوع وخشوع وبكاء وتضرع، فإن بعضهم قال إني لا أعلم حين يستجيب لي ربي عز وجل، إذا وجل قلبي واقشعر جلدي وفاضت عيناي وفتح لي في الدعاء. قالت أم الدرداء لشهر بن حوشب أما تجد قشعريرة؟ قال بلى. قالت فادع عندها فإن الدعاء يستجاب عند ذلك.